السلام عليكم احبتي في الله، اهلا وسهلا بكم. بلا شك وصلتكم على الحراره هذه بهذه المناسبه هذه. كنوجه ثلاثه الرسائل. الرساله الاولى، الانسان ما يتسخطش ويرد هذا لامر الله عز وجل ولقدره، ويسال الله تعالى انه يحفظنا من فيه ونار جهنم. الرساله الثانيه بالنسبه للناس اللي كتفرط فراسها في الحاله ديالها، فاش كيكون الصاد كيكون الروائح المنبعثه من القدمين ومن الابطين، وخصوصا اثناء الدخول الى بيت الله عز وجل. يا من يدخل الى بيت الله عز وجل ما كيطلعش في حالته، طلع في حالتك ودير راسك معروض لشي عرس ولا شي مناسبه، كما كطلع في حالتك في ديك المناسبه طلع في حالتك بيت الله عز وجل. فبيت الله عز وجل اولى، لانك ضيف عند الله عز وجل، خصك تطلع في راسك وما تحاولش عادي خدك المسلمين ديك الرائحه الكريهه ديال العرق او ديال الصباط الى اخره. الانسان ما فيها بس يتطرف قبل ما يدخل المسجد ويدير شي رويحه راه غير 10 درهم ولا 20 درهم، مادت ما جابت لله في سبيل الله، وتنال بذلك الاجر والثواب، وماشي ضيعك الله عز وجل. الرساله الثالثه للنساء، يا من تحافظ على لباسها الشرعي في هذه الحراره هذه لنيل رضا الله عز وجل، فابشري برضا الله عز وجل. يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فابشري برضا الله عز وجل وفلاح في الدنيا والاخره. صلى الله تعالى ان يثبتنا واياكم على الحق. السلام عليكم ورحمه الله.